اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناة لنستفي ذمان في فيديو جديد. هل اصبح كشف الكذب الاخرين اكثر سهولة؟ في حين لا يستطيع البعض اختلاق اكاذيب بسهولة، حيث تفضحهم تعبيرات وجوههم وإيماءاتهم. يكون الاخرون بارعين في الكذب وحبك قصص مزيفة التي يصعب على الطرف الاخر كشف مدى صحتها. كذلك بينما يمثل استخدام بعض العبارات مثل دعني أكون صريحا معك، أو التعرق الزائد خلال الحديث، أو التغير نبرة الصوت المفاجئ عوامل لكشف كذب الآخرين. أوضحت دراسة حديثة من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة طريقة أخرى فعالة لكشف كذب الآخرين بدفعهم لأداء مهمتين في ذات الوقت، ما ينتج عنه تقسيم انتباههم بين كليهما وعدم قدرتهم على مواصلة الكذب بشكل مقنع. الكذب وزيادة العبء المعرفي. يشير عدد من الدراسات إلى أن الكذب يتطلب معرفة أكثر ويسبب جهدا وعبئا معرفيا أكبر من قول الحقيقة. على سبيل المثال، كشف تحليل تلوي من جامعة ميزوري الأمريكية للأبحاث الخداع بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن الخداع يرتبط بنشاط أعلى في الدماغ من قول الحقيقة، خاصة في المناطق الفص الجبهي التي ترتبط بالعمليات التنفيذية مثل الذاكرة العامة وتبديل المهام. كذلك كشفت تحليلات مقابلات الشرطة مع المشتبه بهم أنهم يظهرون بشكل خاص علامات العبء المعرفي الزائد عند الكذب، مثل زيادة فترات التوقف المؤقت خلال الحديث، انخفاض حركات اليد والأصابع. ووفقا لدراسة من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة، كما يصاحب الكذب التفكير بشكل أكثر جدية مقارنة بقول الحقيقة، ودائما ما يحاول الكاذب التحقق من ردود الفعل الطرف الآخر لتقييم ما إذا كان مقنعا بالنسبة له أم لا. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت دراسة أجرها الباحثون من جامعة لويزيانا للتكنولوجيا الأمريكية أنه عند طرح سؤال يتم تفعيل الحقيقة تلقائيا. لذلك يجب على الكاذبين أن يكتموا الحقيقة أولا قبل أن يكذبوا، ما يستدعي حملا معرفيا أكبر. متى يكون الكذب صعبا؟ تشير إحدى الدراسات من جامعة فيرجينيا الأمريكية إلى أن صياغة الأكاذيب قد تكون صعبة عندما لا يتم التخطيط لها مسبقا، حيث يحتاج الكاذبون إلى اختلاق التفاصيل التي يجب أن تبدو معقولة بحيث يصدقها الطرف الآخر. كذلك يجب على الشخص الذي يختلق الأكاذيب أن يتذكرها جيدا للحفاظ على الاتساق في حالة سؤاله عن الحدث مرة أخرى. تعدد المهام يمكن أن يكشف الكذب. في الدراسة الحديثة من جامعة بورتسموث البريطانية، أوضح الباحثون إمكانية تحديد الكاذبين عند تكليفهم بمهام متعددة خلال إجراء مقابلات معهم، ما يستدعي تقسيم انتباههم. اعتمد الباحثون في تلك الدراسة على نتائج الدراسات السابقة التي أوضحت زيادة العبء المعرفي للكذب خلال المقابلات، وأنه يستهلك طاقة معرفية أكبر من قول الحقيقة. في الدراسة الحديثة من جامعة بورتسموث البريطانية، أوضح الباحثون إمكانية تحديد الكاذبين عند تكليفهم بمهام متعددة خلال إجراء المقابلات معهم، ما يستدعي تقسيم انتباههم. اعتمد الباحثون في تلك الدراسة على نتائج الدراسات السابقة التي أوضحت زيادة العبء المعرفي للكذب خلال المقابلات، وأنه يستهلك طاقة معرفية أكبر من قول الحقيقة. وفي دراستهم الحديثة، طلبوا من المشاركين في الدراسة الحديثة البالغ عددهم 164 مشاركا التعبير أولا عن مدى دعمهم أو معارضتهم حول بعض الموضوعات الاجتماعية التي كانت موجودة في الأخبار، ثم تم تقسيمهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين: مجموعة الصادقين الذي تم توجيههم لإبلاغ عن آرائهم الحقيقية، والمجموعة الأخرى
التي تم توجيهها للكذب بشأن آرائهم خلال المقابلات. تمت ثالث المهمة الثانوية في إعطائهم رقم تسجيل سيارة مكون من 7 أرقام، وطلب منهم تذكره واستدعاؤه مرة أخرى خلال المقابلة. كذلك فقد أتيحت الفرصة للمشاركين لإعداد أنفسهم للمقابلة، وقيل لهم أنه من المهم أن يظهروا مقنعين قدر الإمكان خلال المقابلات. ولما كان العامل الحافز مهما في تلك التجربة، فقد تم تحفيزهم من خلال الدخول في سحب على الجوائز. الصادقون يملكون قصصا أكثر إقناعا. كشفت النتائج أن قصص الكاذبين بدت أقل منطقية ووضوحا من قصص الأشخاص الصادقين، لا سيما عندما تم تكليف الكاذبين بمهمة ثانوية دفعتهم لتقسيم انتباههم بين كلتا المهمتين. يقول البروفيسور ألدرت فيرج من قسم علم النفس من جامعة بورتسموث، وهو مصمم التجربة المستخدمة في الدراسة: تشير النتائج إلى أن إدخال المهام الثانوية في المقابلة يمكن أن يسهل اكتشاف الأكاذيب، لكن مثل هذه المهام تحتاج إلى أن تقدم بعناية، حيث يبدو أن المهمة الثانوية لن تكون فعالة إذا تجاهلها الكاذبون. وأضاف فريج أن البحث أظهر أن الحقائق والأكاذيب قد تبدو معقولة بنفس القدر طالما يتم إعطاء الكاذبين فرصة جيدة للتفكير فيما سيقولونه. لكن عندما تقل فرصة التفكير فغالبا ما تبدو الأكاذيب أقل منطقية من الحقائق، لا سيما عندما وكل إلى الأشخاص التنفيذ مهمة ثانوية تطلبت تقسيم انتباههم حقا. ذلك يكون ممكنا إما من خلال إخبار الأشخاص الذي تمت مقابلتهم أن المهمة الثانوية مهمة جدا، أو من خلال تقديم مهمة ثانوية لا يمكن إهمالها مثل إمساك شيء ما أو حمل شيء ما في الهواء. كذلك إذا لم تستوفي المهمة الثانوية المعايير التي يجعلها تجذب الانتباه الأفراد، يكون بإمكانهم تجاهلها، فمن غير المحتمل أن تساعد على كشف الكذب. أخيرا، إن التعرض لكذب الآخرين هو أمر سيء للغاية، قد يولد مشاعر سلبية عديدة تتراكم لتستحيل عدم القدرة على الثقة في هؤلاء الأشخاص مرة أخرى، أو فقدان الثقة في الناس بشكل عام. لذلك فالتوصل إلى طرق فعالة من أجل كشف الكذب الآخرين هو أمر حيوي للغاية، يتقاطع مع حياة الأفراد اليومية ويؤثر في صحتهم النفسية. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، أتمنى أن ينال المقطع إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه، إلى اللقاء، شكرا لكم.